أهلا بحضراتكم من جديد. لا شك أن رائحة الفتنة والحرب تحيط بالمنطقة، وما حدث للسفارة السعودية في طهران اليوم يؤكد أن المنطقة أصبحت مهيئة للاشتعال. هل ما يحدث هو سيناريو كتبه الغرب وتنفذه إيران؟ سؤال يطرحه البعض، والبعض الآخر بيتساءل لماذا تلومون إيران؟ فما حدث منها هو رد فعل لما حدث للمرجع الشيعي الشيخ نمر النمر، وطبعا تساؤلات أخرى كثيرة. لكن السؤال الأهم، إلى أين تتجه العلاقات بين إيران ودول الخليج، خاصة أن كل دول الخليج تتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد إيران؟ هذه الأسئلة أطرحها على ضيفي الكريم الأستاذ عماد أنديل، منسق ائتلاف خدام أصحاب العترة المحمدية. أهلا وسهلا بحضرتك معنا في مساء القاهرة. وكان المفروض يكون معنا أيضا الشيخ ناصر رضوان، عضو الدعوة السلفية ومؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت، اللي هينضم إلينا في الفقرة اللاحقة، ولكن يعني احتراما لرغبة ضيفي الكريم أستاذ عماد أنديل الذي رفض، فنحن في استضافة الأستاذ عماد بمفرده حتى ربما يعني يأذن لنا بانضمام ضيفنا الآخر. يعني يكفي اللقاء مع حضرتك، وأنا قرأت سي في بتاع حضرتك وأشم منه رائحة المهنية، وأرجو أن يظهر ذلك في الحلقة. وصلت الرسالة. طيب ليه حضرتك رفضت المناظرة؟ ليه حضرتك كنت رافض تدخل البرنامج؟ يعني الآن المنطقة كما قدمت حضرتك يعني مستعدة ومهيئة للاشتعال أكثر وأكثر لهذه الفتنة الصماء العمياء، وبالتالي النقاش مع أي حد ينتمي إلى الفكر الوهابي لا طائل منها، بل تزيد الأمر تعقيدا وتشحن النفوس بغضاء. فنرجو أقدم كلمتي، وبعد ذلك يقدم الآخرون كلماتهم، وللمستمع الكريم الحكم على أيهما أميل إلى الحق، وهكذا. مين السبب في اللي بيحصل في المنطقة؟ مش إيران هي السبب في اللي بيحصل في المنطقة؟ يعني هل الشيعة باختصار هم السبب؟ والله حضرتك، جميع المنظمات العالمية والشعوب العالمية الإنسانية كلها جمعاء تشهد أن جميع الإرهاب من الفكر الوهابي. خدي حضرتك القاعدة الأدبياتها كلها من الفكر الوهابي، الداعش أدبياتها كلها من الفكر الوهابي، النصرة، جيش الإسلام، ما يوجد في ليبيا، ما يوجد في سيناء، كل هؤلاء ينتمون إلى الفكر الوهابي. لم ولن تجدي أي منتسب لأهل البيت أو بما يسمونه شيعة يقدمون على القتل أو الإرهاب. طيب أستاذ عماد، أرجو أن حضرتك يعني صدرك يتسع ليا لأكون أنا الطرف الثاني في هذه الـ يعني مجازا هسميها المناظرة أو الحوار، يعني خليني أنا أتحدث بلسان الطرف الثاني. أنا دلوقتي أنا إعلامية ما بتحدثش بلسان نفسي، أنا بتحدث بلسان الطرف الثاني. طيب يعني رأيك إيه، أو تفسر بإيه اللي بيحصل في السعودية، المجازر اللي ارتكبها الشيعة في السعودية؟ أولا أنا جئت لأبين لماذا، وأتساءل لماذا قتل الشيخ النمر. هل الشيخ النمر كون تنظيما إرهابيا وأفتى بقتل الجيش السعودي أو الشرطة السعودية بأي فتاوى قدمت منه على لسانه في فيديوهات أو هكذا؟ لا، الشيخ النمر حرض على الحكام أو حرض على النظام السعودي، حرض ضد النظام السعودي. نعم، لكل إنسان أن يعترض على الحكم الموجود بالطرق السلمية، والطرق السلمية أول خطوة فيها هو الكلمة. الشيخ النمر لم يحمل سلاحا، الشيخ النمر حمل الكلمة، صرخ بالكلمة،
حقوق المواطنين في المنطقة الشرقية وباقي المناطق السعودية لا يأخذون حقوقهم. هو صرخ لا في الوظائف، والشيعة صرخوا بالسلاح وعملوا المجازر يا أستاذ عماد في السعودية. يا أستاذتنا الشيخ النمر اعتقل أكثر من مرة، يجي 10 مرات اعتقالات نتيجة كلمات أو هكذا. آخر مرة اعتقلوه علشان هجومه على القيادة السعودية، ومن حقه أن يعترض، ومن حقهم إن كان هذا يخل بالنظام والعام أن يجروا له محاكمة علنية. هذه المحاكمة العلنية يتوفر فيها الشروط والمعايير الدولية للقانون. فكعندنا في مصر، عندنا في مصر المحاكمات علنية وتزاع على الهواء وتبث على الهواء، والمحامي ومن حقه أن يستخدم. يا أستاذتنا في هذه المحاكمة للشيخ النمر الشهود الذين ادعوا أن الشيخ النمر حمل سلاحا تم إدلاء شهادتهم عن طريق كتابة ولم يحضروا أمام المحكمة، وهذا شيء بالنسبة للمعايير معيب وخطأ جسيم في العدالة. الشيخ النمر لم يحمل سلاحا ولم يفتي على الإطلاق بهجوم على القوات السعودية أو على القوات الشرطة. فهل جزاء الكلمة يطبق عليه حد الحرابة؟ على المجازر اللي ارتكبها الشيعة في المملكة العربية السعودية، أين هذه الجرائم؟ أين هذه الجرائم؟ ده ردود أفعال. يعني الشيعة المسجد الأخير اللي دمر في السعودية، المسجد الأخير اللي دمر في الكويت، أفعال بالسلاح. الشيعة مفعول بهم، يعني مفعول بهم الإرهاب. نعم، رد فعل بالسلاح. لا، نحن لا نقر استخدام السلاح في أي دولة، ولا بد من المحافظة على أمن واستقرار كل الدول. بس الشيعة استخدموه في السعودية. لا، الشيعة لم يستخدموا السلاح، والحوثيين استخدموا الكلمة في اليمن. أنا دلوقتي قضية اليمن دي قضية أخرى. نعم. أنا دلوقتي خاصة حد الحرابة، حد الحرابة بيسموه في الفقه قطاع الطريق، سراق الطريق، الجريمة الكبرى في الإسلام. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا. فهذه الجريمة لا تنطبق إلا على من حمل السلاح وخرج به على المجتمع. والشيعة لم يحملوا سلاح في السعودية واقتحموا المساجد وقتلوا المصلين هناك؟ لم يحدث ذلك. حضرتك تتكلمي عن أشياء لا وجود لها في الواقع. ازاي لا وجود لها الشيخ في الواقع؟ خدي الشيخ النمري مثالا. هل الشيخ النمري حمل سلاحا؟ هو حرض على نظام. حرض يبقى لم يصل إلى القتل، لم يصل إلى حمل السلاح. واللي بينفذوا أفكار الشيخ يبقى يمسكه ويحاكمه، يبقى سجن مش إعدام في جريمة زورا وكذبا يقال عنها أنها حد حرابة. حد الحرابة لا يطبق إلا بشروط في الفقه الإسلامي، من ضمنها حمل السلاح، ومن ضمنها في الطرق العامة. طيب برا المدن. طيب الشيخ النمر اعتبرها البعض فتنة. فتنة يبقى يحاكم محاكمة عادلة، والشهود اللي ادعوا ان هو حمل السلاح يأتوا امام القاضي، والقاضي يستجوبهم، والمحامي يستجوب من حقه ان يستجوبهم. هذه هي المعايير الدولية في الحق. حضرتك مش معايا انه الشيخ النمر هو ذراع ايران داخل المملكة العربية السعودية؟ هو هذه اللي هي الفكرة العامة عند التي تسوق عن طريق الاعلام، ان كل شيعي ينتمي الى ايران. كلا، نحن ننتمي إلى التراب المصري، والشيعة هناك كبار العلماء في المنطقة الشرقية رفضوا كدعوة إلى الانفصال في السعودية. هذا الموقف من علماء الشيعة في المنطقة الشرقية ألم يكن جديرا أن يثمن، أن يشكروا عليه، أن يكون هناك رد فعل؟ أنا والله لم أكن أتصور أن جلالة الملك خادم الحرمين يقدم على هذه افتقد فيها الحكمة، افتقد فيها الرحمة، افتقد فيها العفو. أين هذا؟ يعني هذه رد الفعل كان من الممكن أن يخفف الحكم إلى 25 سنة سجن. أستاذ أنديل، حضرتك شخصيا طلبت بعودة العلاقات المصرية الإيرانية، رغم أنك تعلم جيدا أنه إيران وأطماعها في المنطقة كثيرة. أنا لم إطلاقا لم
لم أصرح بالمطالبة بعودة العلاقات مع إيران. واللي كتب كده اتصلت بيه. حضرتك ما صرحتش يعني؟ لا لم أصرح. هذا الأمر نشرت هذا التصريح على لسانك. نعم وكذبوه وشالوه لأن أنا ما قلتش. هذا الأمر عودة العلاقات المصرية الإيرانية دي قرار للقيادة المصرية تتخذه في الوقت الذي يناسب مصر. وأنا أؤيد القيادة المصرية. ولا أنتمي إلى إيران إلا أخوة إسلامية عامة. أستاذ عماد مقتضى الصدر هدد مصر بعد غلق ضريح الحسين. أصدرنا بيانا ورفضنا أي تدخل في الشؤون المصرية. على الإطلاق هذا شأن مصري. يغلقوا مسجد الإمام الحسين. إحنا سمعا وطاعة للقيادة. ليه؟ لأنهم اشتموا رائحة وجود فتنة. فهذا القرار إذا كان عندهم معلومات مؤكدة أن تحدث فتنة من حق القيادة واجب شرعي أن تمنع الفتنة. إحنا لا نعترض على أي قرار تتخذه القيادة المصرية ولا الحكومة المصرية ولا الأمن المصري لأنهم يحافظوا على الأمن. وهل يكفي الشجب لما صرح به مقتدى الصدر؟ طب ماذا نفعل؟ هل أتوجه له الصواريخ التي أمتلكها لأضرب مقتدى الصدر؟ هو تكلم بكلمة ردنا عليه بالكلمة. مش الشيعة في مصر بيلجأوا إليه؟ يلجأوا لمين؟ لمقتدى الصدر. لا والله يعني أنا كنت في زيارة للإمام الحسين في الأربعين. أي قنوات اتصال؟ أنا شخصيا أهو حضرتك. أنا كنت في زيارة الشهر اللي فات ده في زيارة الإمام الحسين. والله لم أرتقي بمقتدى الصدر ولم أسعى للقائه. الناس عندها في فوبيا. مش طب رسائل بين الشيعة في مصر وبينه؟ لا يمكن والله لا يحدث هذا على الإطلاق. وإن حدث فهو أخوة عامة أخوة إسلامية. نرجو أن تكون الأخوة بين السنة وبين الشيعة والمملكة تستوعب هذا الأمر وتطفئ هذه النار. مقتدى الصدر يوجه رسالة. أنا أطالب القيادة السعودية في مصر الآن. هذا هو عنوان تصدر أكثر من صحيفة في مصر. نعم هو صرح بذلك. هو صرح بذلك إن بيعترض على إغلاق المسجد الحسيني. وأنا في دريم مع سيادة الوزير وزير الأوقاف قلت كده. قلت إذا توفرت معلومات مؤكدة لدى القيادة المصرية أو لدى الأمن المصري هينتج عنها فتنة قتل لأي مصري أو خدش لأي مصري من حقه أن يفعل ذلك. ولكن ألا ترى أن هذا التصريح السافر من مقتدى الصدر هو تدخل سافر أيضا في الشأن الداخلي المصري؟ نحن نرفض أي تدخل لأي دولة في أي شأن من شؤون أي دولة أخرى. الوطنية مقدمة على كل شيء. يعني حضرتك تتفق معي أنه ده تدخل سافر طبعا من مقتدى الصدر؟ طبعا. ليه؟ ان احنا مصر اولا مصريين واخرا مصريين. وكذلك اطالب الاخوة السعوديين او اللي في المنطقة الشرقية وخلافه الا ينساقوا لاي تظاهرات او اي اعمال عنف تؤدي الى احداث فتنة اكبر. ارجو ان هم اهل الصبر واهل الحكمة ان يتريسوا ويقفوا موقف ولدي سيدنا ادم عليه السلام الذي قال لأقتلنك قال إن بسطت إلي يدي لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك. طيب إني أخاف الله رب العالمين. كيف ترى بيان الحرس الثوري الإيراني في تهديده للمملكة العربية السعودية؟ طبعا أي تهديد مرفوض ومرفوض في هذه اللحظة وهذا الزمن الأغبر الذي يمر بالمنطقة العربية وبالأمة العربية وبالأمة الإسلامية. لابد أن نهدئ الأمور. وأنا أدعو المملكة بقيادتها أن تلائم الموقف. إن شاء الله يكون اعتذار تهدئ الأمور ويهدد النفوس ويجلب الوحدة. اعتذار من مين؟ اعتذار من القيادة. تهدئة من القيادة السعودية. من القيادة السعودية لوادي هذه الفتنة. وأنتم في حرم رسول الله. اعتذار لواحد بيحرض على النظام السعودي. يحرض كلمة اسجنه حكمه واسجنه. بس كلمة تؤدي لحرب. فين حرب؟ ما هو خطب 500 خطبة من سنة 2000 هو بيخطب. ماذا حدث؟ الشيعة تفجر مساجدهم.
الشيعة قتلوا، هم اللي قتلوا في في في, في القطيف وخلاف. ألم تري المسجد الذي دمر ومات فيه 120 ألا يقتل السنة أيضا؟ نعم، ألا يقتل السنة أيضا؟ أين يقتل السنة؟ في كل مكان. حضرتك وين؟ مش شايف ولا إيه؟ لا أنا رحت العراق حضرتك، الروح عالية جدا. بتوع الأنبار، سكان الأنبار اللي داعش هجمتهم، راحوا هاجروا للمنطقة الجنوبية في العراق عند الشيعة، فتحوا أبواب بيوتهم. أستاذ عماد، حضرتك بسافر إيران ليه؟ أنا سافرت إيران، كنت مدعو لمؤتمر مجمع العالمي لأهل البيت، المجمع العالمي لأهل البيت. وانت شايف انه يعني العلاقات بيننا وبين ايران تسمح بزيارتك في هذا التوقيت؟ يعني واحد فرد لا اتولى منصب قيادي ولا سياسي ولا كلام من ده على الاطلاق، ولابد ان تكون زيارتي لخدمة مصر. الا تتردد على السفارة الايرانية في مصر؟ لم ادخلها قط، ولم انا الى ولا الان مرة؟ ولا مرة، واتحدى. انا من 83 حضرتك لسه لم تكن ظهرت للوجود. لا كنت ظهرت 1983. كنت لا مش عايز اقول كده، البعض بيقول هكمل بس حضرتك. 1983 انا كنت الاول تكفيري وهابي، ربنا هداني لاهل البيت، عرفت السماحه، عرفت الحب للانسانيه، عرفت حب المسيحيين، احب اليهود، احب اي انسان، لان الامام علي بيقول الناس اثنان، اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. لكن علمني الانسانيه. كتير بياكدوا ان حضرتك بتروح حتى بيت السفير الايراني في مصر. والله لم يحدث ولا مره. بقول لك من 83 1983 انا لم اسافر الى ايران الا في 2014. وكنت وكأنني كنت يعني أود أن تعود اللحمة بين السعودية وبين إيران وبين مصر، لما لا نكون أمة واحدة ويدا واحدة؟ السعودية وإيران إزاي وإيران ليها أطماع في المنطقة كلها؟ يقعدهم يتفاوضهم، احنا بنقول تفاوض مع إسرائيل، لماذا إيران والسعودية لا يجلسوا على مائدة واحدة ويتفقوا؟ يتفقوا على اطماع، يبقى في تفاوض على اطماع، يتفقوا على أطماع ايه حضرتك؟ ده من سنه 80 الثوره اللي هجم على ايران صدام واحتل اراضيها وقتل شعبها. متى هاجمت ايران؟ انا ما بدافعش عن ايران، انا لا ادعي، انت هتضطريني، لكن انا بقول لك على التاريخ. انا برضو اكرر في هذه الفقره ان انا اعلاميه محايده، ولكن فضلي. الان باخد راي الطرف الاخر اللي كان المفروض يبقى موجود وحضرتك جميل. رفضت. جميل. انا باخد راي الطرف الاخر. نعم، من حقك تسالي اي سؤال، ولما الطرف الاخر يدخل هكون برضو كده، هكون مع الطرف الاخر. انا احيي فيك هذه المهنيه. انا بقول لحضرتك انا من 83 شوف بقى 30 سنه لم اسافر الى ايران. ليه؟ لانني مصري. انا كان لي اللي مربيني شيخ مصري اسمه الشيخ محمد اسماعيل النمر، ده شيخي، انا ماشي على منهجه. قال لي لو اعترضت على البلد. لذلك حولت بيتك لحسينيه؟ مش حسينيه، احنا بنعمل فيها مولد النبي، والبيوت المصريه كلها تعرف ان كل البيوت المصريه بيفتحوا بيوتهم يعملوا مولد النبي. هل لما اعمل مولد النبي يبقى دي حسينيه؟ هذا كذب صراح، ده بيت حسينية حضرتك زي مكان زي ده فاضي. طب لما الاحتفال بمولد النبي كده، ليه موقفكم ده من الصحابة؟ الصحابة هل صدر مني من 30 سنة 32 سنة كلمة تمس أي صحابي؟ على الإطلاق. حضرتك بتمثل الشيعة، هل الشيعة زي حضرتك كده؟ هناك ما بيسبوش الصحابة؟ حضرتك هناك فيه ناس متطرفين عند الشيعة، وأنا أرفضهم وأرفض منهجهم. ليه؟ لأن ربنا بيقول لا إكراه في الدين. كده بقى كل الشيعة متطرفين؟ لا، أنا ما شفتش تطرف فيهم، شفت الوداعة، شفت الأخلاق. أمال إيه اللي بيسبوا الصحابة؟ ده ناس، بقول لك ناس المخابرات الأمريكية بتستخدمهم لإثارة الفتنة بين السنة والشيعة، زي ياسر الحبيب وخلافه. يعني المخابرات الأمريكية تستخدم شيعة يا أستاذ عماد؟ وتستخدم سنة. من الذي كون تنظيم القاعدة؟ المخابرات الأمريكية.
من الذي كون داعش؟ المخابرات الأمريكية. من الذي كون النصرة؟ المخابرات الأمريكية. ولا أريد أن أزج باسم السعودية في هذه المؤامرات كلها، حفاظا برضك على الوحدة. أنا لا أريد أن أزيد النار اشتعالا. من الذي يفرض على إيران سياسات محددة في الخليج؟ أليست أمريكا؟ يفرض على إيران، إيران التي كانت تقاوم أمريكا وضد السياسة الأمريكية. وآخر حاجة، أول الأسبوع اللي فات ده هناك مؤتمر للوحدة. حضرتك شوفي اعتراضات السنة في العراق، الشيخ مهدي السميضعي دي سنة معترض، وأرسل رسالة للملك سلمان بيرجوه ويتوسل إليه إنه ما يعدمش الشيخ النمر درءا للفتنة. السميضعي دي إيه؟ سنة، بس سنة يفهم الوحدة، يريد الوحدة للمسلمين. يعني ما الطائل إن السنة يقتل الشيعي؟ ماذا استفدنا؟ نحن أمة متخلفة تعيش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تكاثروا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم. هذا الرسول صلى الله عليه وآله أمام سيدنا عيسى. المسيحيين في أوروبا صنعوا حضارة، إحنا النبي يتباهى بنا في إيه؟ إن إحنا بنقتل بعضنا بعضا؟ إن إحنا نكفر بعضنا بعضا؟ حضرة النبي في خطبة الوداع قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض. ماذا نفعل الآن؟ في العراق داعش رفع راية وخاتم الرسول صلى الله عليه وآله. طب أليس الحرس الثوري إيده موجود في لبنان وفي اليمن وفي اليمن لإسرائيل؟ في, 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 في لبنان لإسرائيل. هل ضرب اللبنانيين؟ لإسرائيل 2006 وحرر الحرس الثوري ساعد المقاومة الإسلامية في لبنان حتى حررت أرضها دون تفاوض. والله العظيم يا أستاذة، أي كان لسه الرئيس حسني مبارك موجود والسيد حسن نصر الله قال لا تفاوض مع إسرائيل، عايزين ينسحبهم ينسحبهم كما دخلوا. الرئيس حسني مبارك قال إيه؟ قال في حاجة اسمها كده؟ حاجة اسمها ينسحبوا من غير ما يعمل؟ هذه هي إرادة، هذه هي إرادة المقاومة. وإيران لا تساعد لتفكيك الشعوب. يعني سوريا الغالبية العظمى منها إيه؟ مش سنة؟ سنة. إيران بتساعد دي. أنا لا أريد أن أدافع عن إيران، أنا أدافع عن مصر، أدافع عن الأمة العربية، أدافع عن الأمة الإسلامية. أحترق والله العظيم أحترق لما يحدث في الأمة الإسلامية. أريد أن نحب بعضنا بعضا، ده احنا مطالبين أن نحب الإنسانية، نحب اللي بيعبد البقر لأنه إنسان، نحب الصابئة لأن دولة وصى بهم القرآن عز وجل. فلا بد أن نغير أنفسنا، وبداية التغيير أن نمتنع عن الكذب. الآفة التي تأكل الأمة وتدمرها هو الكذب. أنا حزين إن الشهود اللي مع الشيخ النمر اللي بيدعوا عليه إنه حمل السلاح لم يأتوا للمحكمة لمناقشتهم، بل أرسلوا ورقة. هل ذلك يجوز؟ لا بد إن الشاهد يقف أمام القاضي ويقسمه. يجوز تحريضه على نظام تاني؟ بيطالب بحقوقه. الشيعة مهمشين في السعودية، هل يتولون؟ هل في وزير شيعي في السعودية؟ هل في مجلس نيابي فيه ممثلين الشيعة؟ هم عددهم كام في السعودية بالنسبة للشعب السعودي؟ ربع السعودية 25%. لا ده مبالغ فيه اعتقد 10%. خلوهم 10%. ايران السنة كم نايب؟ ولا 2% اعتقد موجودين. لا ازاي ده منطقة بحالها، ده محافظات، المدينة نصها شيعة، مدينة منورة نصها شيعة. طب سؤالي، ايران جايبة كم وزير من السنة؟ اقول لك الكتلة البرلمانية في البرلمان الايراني، انا بتكلم على الوزارة. ايوه في 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 نائب رئيس جمهورية سني، نائب رئيس جمهورية. لا انا بتكلم عن الوزارة، وزراء. هل في وزير سني ايراني؟ وزراء وفي وزيرة سنية. مين؟ انا مش عارف والله، بس بقول لك النواب 19 نائب في البرلمان سني. النواب كلهم، انا جايب لك حضرتك ممكن اقرا لك النواب ماذا قالوا عن اغتيال الشيخ النمر وقتل الشيخ النمر الشهيد. هل هذا يجوز؟ من رفع الكلمة يقتل. يعني برضو لسه بقول لحضرتك، هو بيحرض على النظام ويحرض لو بيحرض حضرتك حكمه محاكمة عادلة علنية بالمعايير القضاء والعدل، عليه بالإعدام في قضاء سعودي. هو اتحاكم فعلا. الآية اللي قالوها
اسمها حد الحرابة. حد الحرابة ده لا يطبق إلا على من رفع السلاح وقاتل. وبعض الفقهاء اشترطوا انه يكون خارج العمران. في اختلافات جامدة في البتاء في الشروط تطبيق هذا الحد. الحد ده اللي هينطبق اطلاقا على الشيخ النمر. الحد ده الاستاذ فيه ارهابيين موجودين في 47 صح، ارهابيين زي شويل، فارس شويل. ايه رايك في العنوان ده اللي شايفينه على شاشه؟ شيعة مصر لمقتدى الصدر اطمئن، نقدر رسالتك ضد قرار الحكومه. انا علني في دريم رفضت اي تدخل على الاطلاق من اي احد في الشان المصري، ولا اسال عن كلام غيري، انا اسال عن نفسي. انا ارفض، رفضت قبل كده وارفض الان اي تدخل في الشان المصري. مفيش قناه اتصال يعني بين الاثنين؟ لا والله. استاذ عماد، ده حضرتك ما رضيتش تدخل الحلقه الا ما خدت رايهم. مش رايهم، ده راي اولادي والمحيطين بيا احنا هنا ائتلاف قدام احباب العتره المحمديه. هم دول كلهم شيعة. ايوه والله نفس منهجي، نفس ليه، ان كلنا تلاميذ للشيخ محمد اسماعيل الليثي النمر. والشيخ محمد اسماعيل الليثي النمر ده يعني ايران مكفراه. ها ايران مكفراه. طب ليه رفضت ضيف تاني يدخل؟ يعني كان هو هيتكلم معاك بالمثل اللي انا بتكلم بيه، ده على نفسي اللي انا واخداه، يعني انا واخده لسانه واتكلم بيه. كان هو اللي هيقوم بالدور ده، وكنت انا هبقى وقتها قاعده يعني مش حقيقي الحوار بس من غير ما اخد الراي الاخر. انت حياتك جايباني وانا جاي متجشم السفر وتعبان، ونحن نقدر بذلك طبعا بالتأكيد. وانا والله لولا السي في بتاع حضرتك انا ما كنت جيت. وحضرتك ضيف كريم عندنا، وضيف يعني نرحب بيه بشده في البرنامج، لكن كنا عاوزين يعني نقارع الحجه بالحجه. الكلام ده لو في اداب للحوار، عندي طرفين لو في الحوار ما في التزام وفي صدق. ما انا هو بتكلم بلسان الطرف كمان الاخر، وفي هدف للوحده. احنا مش جايين نتخانق. انا اي واحد سلفي ارجوه ان هو يسمع كلام النبي ويقرا القران ويشوف ان في ناس مسيحيين هيخشوا الجنه معانا. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل هم يعتقدوا ذلك؟ لا احد على وجه الارض يعتقد الا احباب اهل البيت. ان كل واحد من البشر له حساب خاص عند الله. انا لا استطيع ان احكم على فلان ان هو كافر، وليس لي الحق، ولا استخدم عنف مع احد، لا بالكلمه ولا بالسلاح ولا اي شيء. بيستخدموا العنف مع يعني لو شفنا مثلا الحوثيين ما بيستخدموش العنف في اليمن؟ الحوثيين ديت مشكله داخليه مع هادي، مع الحوثيين. دي ازمه طائفيه. مش طائفيه، ده سياسيه. ازمه سياسيه. كان مفروض الملك السعوديه بالحنكه والكلام من دول مسلمين مع بعضهم، هل يصح ان احنا نتقاتل مع بعض؟ حضرتك تصوري كده عماره ويمسكوا ببعض ومولوتوف على بعضهم، ايه ده؟ ايه التخلف ده؟ طب استاذ عماد، حضرتك بتتكلم في تفاصيل، انا يعني بصراحه وبكل يعني ثقه برضو في نفسي انا مش مؤهله ان انا ارد عليها واتدخل فيها، فاسمح لي اخد تليفون من الشيخ مظهر شاهين يرد على هذه التفاصيل. حضرتك اسمح لي ممكن؟ لا انا اشترطت مع الجماعه. طب ما انا باخد اذن حضرتك. انا بقول لحضرتك حضرتك اساليني ما شئتي، اساليني ما شئت. ما هو انا في حاجات أرد. انا كمذيعه غير مؤهله ان انا ارد عليها. ما. يعني انا خلاص هم بقى سيبوهم بعد ما امشي بقى لسان الطرف بعد ما امشي والشيخ مظهر ما لهوش اي خلاف في الحوار. لا الشيخ مظهر مجروح لانه واخد موقف من الشيعه وبيكفر الشيعه. فانا مين اللي يعني قال لك انه بيكفر؟ انا عارف ومتابعه يا شيخ مظهر. طب خلينا لا 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 يبقى حمش. يبقى حمش. يبقى حمش. معقولة يعني مفيش حوار؟ لا مش انا بقول كلام وهو يبقى يرد بعد كده. يا شيخ مظهر حضرتك بكفر الشيعة؟ معلش استاذ الكريم اللي قدام حضرتك ده يجيب لي تصريح واحد او كلمه واحده قلتها. حضرتك بكفر الشيعة؟ سؤالي لحضرتك، حضرتك بكفر الشيعة؟ ما انا بقول لسعادتك هو بيقول لي ان انا بكفر الشيعة على اي دليل او اي مسند يساند في كلامه؟ هات لي حوار واحد او تصريح واحد انا كفرت فيه الشيعه او غير الشيعه. انا لا اكفر. انا شايفه، انا شايفه في الشيعة. فين بكفر في التلفزيون والله زي ما الشيعه بتكفر السنه. انا مش بكفر حد وما عنديش علاقه او ما عنديش اي تصريحات او اي ارجو يعني ذلك تصريحات. انا ارجو ذلك قبل ذلك ارجو الواحد يلتزم. ليه بتجزم ان هو انا شايفه الشيعة. انا شايفه
شفته فين طيب؟ شايفه، شايف ان هو بيقول بيقولوا بكذا ودول يبقى كذا وبيقولوا بكذا يبقى دي كذا. طب هو دلوقتي يا اخي شفتني خلاص انا هعتبر ان هو ما قالش. انا بقول لك على الهوا، هو شفتني فين؟ خلاص انا سعيد ان هو بيقول كده. انما تقعد تفتري على الناس على الهوا، مش عاوزين نفتري على الهوا. الشغل بتاع الشيعة ده ما يمشيش معانا احنا، اعمل الكلام ده مع حد غيري مش معايا انا. شوفي ارجوكي يعني بعد ما اقول لسعادتك لو عندك تصريح او عندك فيديو او عندك اي حد قال ان انا قلت على فلان كافر او غير كافر، بيقول بيكفر هو بيقول انا شايفه ومش انا شايفه. شوف بس هو طالما نفى خلاص انا هصدقه. ادخل دور في اليوتيوب انا شايفه والله اربع شهور من دلوقتي اذا طلعت لي تصريح واحد انا بقول فيه الشيعة اما اروح اطلعه انا هطلع على الهوا واعتذر لك. ماشي يا حبيب قلبي، انما انك تدعي علي ادعاءات باطله. الاستاذ مظهر شاهين له منزله في قلوبنا من ايام ثوره 25 يناير. عن الدين وعن الشيعة وعن السنه وعن السعوديه المفروض تقبل اي مداخلات من اي شخصيه حتى لو كان مختلف معاك في الراي او مختلف معاك في اي اتجاه اخر، لو بادب. انما انت طالع بادب واخلاق وحوار محترم وبعد كده ما حدش يعرف يرد عليك. شيخ مظهر، شيخ مظهر سؤالي لحضرتك، هل الشيعة مسلمين؟ نعم مسلمين. طيب يعني حضرتك ما كفرتهمش يعني؟ أنا لا أكفر أحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا قال أمامي لا إله إلا الله علي رسول الله أحكم عليه بالكفر. إنما هم يقولون محمد رسول الله. أهو شيخ مظهر ما بيكفرش الشيعة طالما ما سمعتهاش بأذني أو حسيت بعيني. يشكر على ذلك. أنا أحكم على الشخص. احنا عايزين الوحدة، عايزين الوحدة الإسلامية، عايزين ندعو الوحدة الإسلامية. فأنا بقول الشيعة مسلمين لكن مختلفين معهم بنقاط جوهرية. الشيعة مسلمين لكن بيسيئوا إلى السنة. الشيعة مسلمين لكن بيتدخلوا في شأن دول أخرى مفترض إن هم ما يتدخلوش فيها. ألم تتدخل السعودية في الشأن السوري؟ ألم تخرب السعودية سوريا؟ ألم ترسل السيارات إلى العراق لتفريق العراقيين؟ نسمع ألم تقتل مظهر. السعودية مليون عراقي خلينا بس بسيارات مفخخة؟ هل تدخل السعودية حلال وتدخل إيران لإزالة الاحتلال حلال؟ أستاذ عماد دي واحدة أنا عايز موضوعية. هنبقى في يعني شدة الموضوعية بس نسمع الطرف الآخر هو يا أستاذة نعمل حوار يبقى بناء ونصلي يعني كده حاجة كويسة في الآخر يمكن نعرف نصل لنقطة التقاء. يعني التقاء. ماشي. ونطلع من الحوار ده بدل ما نبقى بنكفر بعض نطلع اصدقاء يا أستاذ. من يا أستاذ. هذا الحوار احنا قلت في الاول ايه طيب. ارفض اي تدخل طب. من اي دولة تمام. في شأن دولة اخرى حضرتك موجود معنا في هل السعودية تدخلت معنا. في سوريا نسمع الشيخ مظهر اتفضل يا شيخ مظهر السؤال اهو هل السعودية تدخلت وخربت سوريا طب حضرتك بتدافع عن سوريا ولا ايران ولا يعني انا حزين على سوريا سوريا اللي كان عندها اكتفاء ذاتي سوريا اللي لم يكن لديها عليها يعني دولار واحد لأي دولة أخرى طيب نسمع الشيخ مظهر بعد إذن حضرتك خربت وحضرتك لسه معنا في الاستوديو تفضل يا شيخ مظهر نحن أيضا حزانة على سوريا أنا أرفض أن تتاجر الشيعة بقضية سوريا وأرفض أن تتحول القضية في سوريا من قضية سياسية إلى قضية طائفية لما تعتبرها متاجرة لما لا تعتبرها حزنا على حال الأمة بعد اذنك نسمعه وبعد كده حضرتك الكلام يبقى موضوعي حضرتك هترد كل الردود بس نسمعه عشان بس يبقى في نظام اتفضل يا شيخ مظهر انا برفض انا كلامي واضح جدا نحن مع سوريا ومع شعب سوريا المواقف السياسيه لا علاقه لها بالعقيد من الذي خرب سوريا يا استاذ من الذي خرب سوريا يا استاذ اسمعوا يا استاذ تركيا وقطر والسعوديه ممكن نسمعه وبعدين حضرتك لك حق الرد كاملا حضرتك معانا في الاستوديو هو معانا على التليفون وهيخرج الكلمه اللي هتنقال مش مظبوطه هرد عليها فورا لا هو يخلص وحضرتك ترد يعني بقول يعني حضرتك هو يقطعك مش دي ديمقراطيه في الحوار خليه يسمعه ونسمعه كاملا وبعد كده حضرتك هتاخد الهوا ترد زي ما انت عايز حضرتك معانا في الاستوديو ماشي اتفضل يا شيخ مظهر اولا انا ارفض ان تتحول القضيه في سوريا او في اي دوله الخلاف فيها سياسي إلى خلاف طائفي وإلى خلاف عقدي لأن هذا هو المخطط في الأساس المخطط أن يتم تقسيم العالم العربي على أساس طائفي نحن إذا أردنا أن نواجه هذا المخطط لابد أن نعيد الأمور إلى نصابها إلى نقاط السياسية الحقيقية لا إلى الدين ولا إلى الطائفية ده رقم واحد رقم اثنين أرفض أن تتاجر الشيعة بقضية سوريا على اعتبار أن أهل السنة هم المتورطين في سوريا أو هم المتورطين في دماء السوريين الحقيقة أن عملاء أمريكا وإسرائيل في المنطقة هم المتورطين في هذا الأمر وأهل السنة براء من هذه الدماء نمرة ثلاثة السعودية دولة سنية شاء من شاء وأبى من أبى
وأهل السنة والجماعة في كل العالم كله بيعتبروا أن السعودية قبلة لهم، لأن البيت الحرام في السعودية هو قبلة أهل السنة والجماعة، وهو قبلة أيضا أعتقد كثير من الشيعة أو معظم الشيعة من أعلمهم على الأقل. طب شيخ مصر خليني أسأل حضرتك سؤال، ولا الشيعة في مصر لإيران ولا لمصر؟ الشيعة في مصر الحقيقة يعني تصريحات البعض منهم بتقول إن هم تابعين لإيران الآن، البعض منهم إنما ينفذ مخطط زعزعة الاستقرار في العالم العربي ومصر جزء من العالم العربي، بدليل بعض التصريحات وبعض الممارسات الجديدة التي طرأت علينا اللي بنشوفها في الحسين وفي سيدة زينب وغيرها، هذه ممارسات لم نكن نعرفها من قبل، وبعض الطقوس والجمل التي تقال في هذه الطقوس التي تتناقض بل وتختلف تماما مع منهج أهل السنة والجماعة. فإيران متورطة الحقيقة في أمور كثيرة في سواء في مصر أو في خارج مصر، والكل يعلم، الكل يعلم أن الدول السنية في المنطقة يعني لا تمد أيديها بالإيذاء لأي أحد. نحن على استعداد كامل أن نقبل الشيعة في إيران وفي غير إيران طالما أنهم لا يتآمرون على السنة ولا يريدون أن يحدثوا انقسام داخل السعودية. أو ما حدث في السعودية بالأمس هو شخص على الأراضي السعودية انتماؤه أنا لا أعرفه، شخص على الأراضي السعودية يحاكم بالقانون السعودي، أخطأ وأجرم، رأت المحكمة أنه أخطأ وأجرم فعاقبته. لو أن رجلا من أهل السنة في إيران أخطأ وفق القانون الإيراني وعوقب بالقانون، محدش يقدر يطلع يحول القضية من قضية سياسية ومن خطأ ومن جريمة إلى قضية طائفية كما يحاول الأستاذ الكريم أو إيران أن تصورها. دافع عن نمر النمر، أنا لا أدافع عن، هو ساعات بتقولي هو بيدافع ولا أيوه. لا هو اللي بيدافع بأي حق يدافع عن رجل أخطأ في حق وطن هو يقيم فيه وأعتقد كمان جنسيته سعودي وقال كلمات معناها يعني ينادي إلى قلب نظام الحكم وإلى تكفير أهل السنة في السعودية وما إلى ذلك. السعودية دولة مستقلة ولها قانون، حكم بالقانون ويعني أعدم بالأمس. ما دخل إيران وما دخل الشيعة في المنطقة بما حدث إلا إذا كانوا يريدون استغلال هذا الحدث لإحداث فتنة طائفية في المنطقة. شيخ مصر خليك معايا بعد إذن حضرتك، ونحن نرفض ذلك. خليك معايا بعد إذن حضرتك، تفضل حضرتك لك كل الوقت لترد. أول حاجة الأستاذ مظهر أشكره الأول على كلمته إن الشيعة أنا للأسف سامع الصوت. يا شيخ مظهر هو بيشكرك، ممكن يا أستاذ عماد تعلي صوتك شوية علشان بس نسمع. أنا بشكر الشيخ مظهر أنه هو نفى أنه يكون صرح أي تصريحات بالتكفير، وأرجو من كل العلماء العاملين أن ينتهجوا نهجه وقوله أن السعودية تمثل أهل السنة. هذا المدعى هيعطي لإيران الحجة أن هي تقول برضك أنا بمثل الشيعة، ولكن احنا عايزين نتفق على اصول الاسلام وعلى الوحدة الاسلامية، وبدعوا ايران وبدعوا السعودية ان هم يجلسوا على ترابيزة مفاوضات وكل المشاكل يحلوها بالتفاوض، مش بال 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 مش بال بال ما ينفعش المسلم انه يكفر اخوه ايا كان ولا يرفع عليه السلاح، لان من رفع علينا السلاح فليس منا، محدش كفر حاجة. كثير كثير، والاستاذ مظهر يعرف ذلك، يعرف ان هناك اناس من حتى من الازهر، في ناس ازهريين، ما قلتش كل الازهر، في ناس ازهريين بيكفروا وناس كتيرة بيكفروا ويدعو لهذه الفتنة ويصب الزيت على النار. التدخل في سوريا ده ماكين نائب وزير نائب الرئيس هو اللي قال ان السعوديه وقطر وتركيا هم المشتركين في تمويل الارهاب. والسعوديه الان في خبر عاجل تدعو او تقرر قطع العلاقات مع ايران. طيب يعني مصيبه سوداء، دي يحزنني ليه ده السعوديه لا سفاره. طب مصيبه سوداء ليه؟ مين حرق السفاره بتاعتهم؟ خطا كبير، وانا ضد حرق السفاره، لأن السفارة ديت لها قوانين. حضرة النبي بيقول وأجيز الوفد بما كنت أجيزه، السفارة لها حصانة إسلامية، حتى لو سفارة ناس لا ينتموا لديننا ما بيحرقوش. ما بقولك ردود أفعال هوجاء غير متسمة بالحكمة. هو الشيعة لما يحرقوا يبقى رد فعل؟ ما أنا بقولك ما
يا أستاذة الأستاذ مظهر بيقول إن هو قال كلمات على الشيخ النمر، إنه قال كلمات وبيهاجم القيادة وكلام من ده، يبقى إذن كلها كلمات. الذي دعا لقلب نظام الحكم يبقى كلمة، ما كونش تنظيم يا شيخ مظهر، يعني ما كونش تنظيم ولا كفر ولا كفر السنة. مظهر بيقول كلها كلمات، أتحدى إن هو يقول إن كفر السنة شيخ مظهر، وأتحدى إن هو دعا ل نسمع طيب رد الشيخ مظهر. أستاذ عماد بيقول كلمات نمر النمر هي مجرد كلمات. كلمات هل تقابل بالسيف؟ هل حد الحرابة ينطبق عليه؟ شيخ مظهر بالله عليك يا شيخ مظهر، هل حد الحرابة وشروطه في الفقه الإسلامي تنطبق على الشيخ النمر؟ طيب نسمع رد في أي مذهب، الحنبلي أو الشافعي؟ طيب نسمع رد الشيخ مظهر. يا أخي الكريم، هل أوراق القضية أمامك الآن؟ هل قرأت أمامي كل الاتهامات أو استمعت إلى كل الكلمات التي قالها نمر؟ نحن قرأنا أنه حكم بتهمة كذا وكذا وكذا، أي أنه مثل أمام قضاء. أنا وأنت لم نقرأ ولم نسمع صح كل ما قاله نمر صح، لكن القضية في ماذا؟ هل المحاكمة علنية؟ من الدول هل المحاكمة علنية؟ يا أستاذ عماد، هل المحاكمة علنية يا أستاذنا؟ لو أنك الآن ثبتني وأنت على الهواء مثلا يعني، نعم، فلا يحق لي أن أقيم عليك قضية وقد يحكم القاضي لسجنك؟ هل تقف أمام القاضي وتقول كل ما قلته كلمات؟ طب ما الكلمة تقيم دولة وتسقط دولة. الكلمة عظيم بها عظيم يتزوج الإنسان وبها يطلق الإنسان. الكلمة بها يدخل الإنسان الإمام وبها يخرج الإنسان من دائرة الإمام. هل استمعت لكل كلمات الشيخ النمر؟ هل استمعت إلى كلمات الشيخ النمر هو يطالب بحقوق الناس الشيعة هناك؟ هل حضرتك استمعت؟ بالله عليك أحلفك بالله، هل استمعت إليه وهو يطالب بحقوقهم؟ يطالب كيفما شاء، لكن بالقانون وليس بالخروج على القانون. ما هو ردوا عليه يا أستاذنا بالسيف، ردوا على الكلمات بالسيف، طبقوا حد الحرابة المفروض اللي هو حد رفع السلاح على الناس ومسمى في الفقه بالسرقة الكبرى والجريمة الكبرى في الإسلام اللي هو قطع الطريق على المسلمين. هل الشيخ النمر قطع الطريق؟ طيب نسمع كلمة أخيرة كلمات منه. نسمع كلمة أخيرة من الشيخ مظهر قبل ما نقفل مع التليفون. فضل يا شيخ مظهر كلمة أخيرة من حضرتك. طيب أنا بشكر شيخ مظهر شاهين، شفت يعني الحوار راقي إزاي، والشيخ أنا ما عنديش مظهر مشكلة يعني تقارع معك بالحجة والمنطق وماله، مفيش أي مشكلة يا أستاذة يا أستاذة. طيب يا أستاذة خلينا ناخد أستاذ وليد إسماعيل. لا ليه ده؟ لا ليه كده؟ طب ما حضرتك بتقول للشيخ لا 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 ده راجل ده بكفرنا يقينا. طب ما نسمعه يمكن. لا 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 نسمع لا انا هقوم بقى نسمع بس هقوم والله. ما حضرتك هقوم بتقول للشيخ مظهر بكفركم. مظهر راجل ازهري، راجل ازهري، لكن ده ايه؟ طب ما ده كهربائي. لا نسمعه. اسف لا بلاش نقول كهربائي، انا بقول لك على الحقيقه دلوقتي. اسف دلوقتي حضرتك بتغلط فيه. معلش معلش لانه مكفرني يعني، مع احترامي طبعا هو مكفرني حضرتك وجيت هجم على بيتي. هو ممنوع يكفرك وانا لن اسمح انه يكفرك. انا اسف، هم الاعداد قالوا لي لو حد اتدخل اتسحب. معلش احنا يعني الشيخ مظهر تدخل وحضرتك الشيخ يعني مظهر فوق راسي لانه ازهري وراجل له تاريخ وكان في الثوره وعنده قيم. دخلني طب نعرف هو بيكفر لا ولا لو طلع بيكفر. آسف والله ولا كلمة اسمعها، والله ولا كلمة اسمعها منه. معلش طب ليه؟ طيب ليه؟ ما انا بقول لك. طب ما حضرتك يمكن بقول لك جيت هجم على بيتي وانا عملت محضر نيابة فيه والسلفية ايام مجلس الشعب راحوا سحبوا وخلوا المحضر الحفظ، اعتدى على ابن الواحد الطفل. طيب ازاي اسمعه؟ ايوه السلام عليكم. لا اسف انا هقوم، انا مش عايز اقوم عشان حضرتك يا استاذ عماد. والله لو اتكلم كلمه هقوم. استاذ عماد لو اتكلم كلمه هقوم. بيقول سلام. لا معلش انا مش عايز اسمعه، انا مش عايز اسمعه. طب نسمعه لو ارجوك. خلي صدرك رحم نسمعه. ولو ما عادي لا اي حد من اي حد من الصحبه والقال لا اي واحد مصري تاني الا ده الا دول. حضرتك كنت عاوز الراجل يتحاكم بالديمقراطيه في السعوديه، فين الحوار يا استاذه؟ بقول لك اعتدى على بيتي، ده مش حكم راح بيتي وانا في العمل، اقتحم البيت
وطفلي في ثالثه في رابعه ابتدائي. يا استاذ وليد حضرتك اقتحمت بيت استاذ عماد وقفاته؟ ما ينفعش استاذ، انا ما تخليش اقول. والله ما حصل. انا قمت همشي. هو قمت همشي. بتقدم له حاجه ساعه. حضرتك اتفضل بس. يلغى هذا الاختيار. خلاص هو حر يقول اللي عايزه، بعد ما مشي يقول اللي هو عايزه. هو بنفسه قدم لي حاجه ساعه معاه. معلش الاعداد يعني اداني وعد بكده. وانا والله ما كنت داخل. احنا كان المفروض النهارده دي تبقى مناظره وما دخلناش الضيف مع الصحب والاهل التكفيريين. الدواعش لا. ولكن احنا دول دواعش. ان يكون هناك ليه دواعش؟ الصحب والاهل دول دواعش. دول دواعش لا يقبل معاهم الحوار. حضرتك اهو دلوقتي اللي بتعمل لهم التهديد. معلش مش هم اللي بيعملوا. معلش انا مش عايز اتناقش معاهم. يعني هو اللي بيعيبوا على حريتي كده بيحطوا فيا حريتي. معلش انا اسف جدا يا استاذ. طب حضرتك اتهمته وهو ما اتكلمش. انا مش انت اجبرتيني. انا داخل على اساس اتفاق. انا داخل باتفاق حضرتك. داخل باتفاق. ممنوع الاتصالات. ممنوع الاتصالات يا استاذه. انا ما مش هينفع والله يا استاذه ارجوكي عشان يعني ما تبوظيش الحلقه بتاعتي. حضرتك لا احنا مش هنبوظ حاجه. طيب. بس حضرتك اتفضل اقعد. ما يتصلش. تقفل عليه. احنا كان المفروض يبقى في ضيفين، حضرتك وضيف اخر. وحضرتك انا انا كنت ماشي لما عرفت في ضيوف وناصر رضوان. انا كنت ماشي وهم جابوني من الشارع واحترمنا رغبه حضرتك. خلاص وعملنا حوار مع حضرتك. خلاص نفذوا الوعد. تحدثت بلسان الضيف الاخر علشان اقدر اعمل المناظره اللي وعدنا الناس بيها. لا. ولكن يعني اتصل بينا الشيخ مظهر لما شاف حوارنا على الهوا والدنيا ما قامتش وحصل حوار راقي. وحضرتك كنت بتقول ان هو بيكفر. انا شكرته ولا ما شكرتوش؟ شكرته ولا ما شكرتوش؟ مش ممكن تشكر استاذ وليد او الشيخ؟ لا 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 لا. التاريخ اسود معانا. تاريخ اسود. فرجاء حضرتك كفرته فعلا يا استاذ وليد. يا استاذ ارجوكي ما توصليش الكلام. والله ما كفرت. ارجوكي ما توصليش الكلام. هو بيحلف ارجوكي بالله العظيم. ما اقتحمتش البيت وهذا كذب. ارجوكي ما توصليش الكلام. يعني ارجوكي هذا كذب. انا رحت مع العهد اللي بره اللي اداهوني الاستاذ اسمه ايه وكذا واحد قالوا لي والله ما فيهم دخل. بس هو بيقول لك ما كفرتكش. خلاص هو يشكر مع السلامه. يمكن نخرج صحاب من الموضوع. معلش معلش رجاء انا ملتزم بالكلام اللي هم اتفقوا معايا بره. هو بيقول انه ما اقتحمش بيت حضرتك. خلاص يبقى هو حر. انا مش هنقعد بقى في انا مش جاي لي كده. انا جاي لواحد مقتول ظلما وبهتانا. بس فرجاء اي بتاع يبقى يتصرف بره. من يتصرف بره رجاء. معلش ارجوك يلا يا استاذ. طيب. انا ما اصلا ما اقتحمتش البيت وهذا كذب. وانا ما أرجوك. انا اي نعم بحاجه الشيعة. انا خلوهم يقفلوا ارجوك. انا المصريين من الشيعة لكن ما اقتحمتش البيت ولا كبرته. رجاء انا ما اقتحمتش البيت. معلش معلش هو يحلف بالله ان انا اقتحمت البيت. كان معايا صحفية من الوطن. ارجوك معايا صحفية وهو قدم لنا حاجة ساعة. مش انا مش هقعد في المجادلات. انا جاي في جنازة مقامة. انا جاي للجنازة. وبعدين دي نقطة. النقطة الثانية هو بيقول رجاء أنا كلمت. أنا مش عايز مواصلة أستاذة. أنا خدت له بسكيب. أنا بتكلم في التليفون وهو قاعد في الاستوديو. يبقى إزاي هو بيدافع عن الكلمة أمشي. وبعد كده يمنع كلماتي أني أمشي. أنا يعني حضرتك يعني استاذ حضرتك لا تفاوض مع داعش. الراجل ما غلطش في الكلام. لا 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 دول دواعش وهو رفع على بتاعته داعش. هو اللي يحيي الديمقراطية في الحوار. مع الدواعش اللي بيقتلوا المسلمين. اللي بيقتلوا المسلمين لا لا طبعا. إزاي يثبت إن أنا مع الدواعش؟ ده هو بنفسه بيقول الجدال بقى هنخش في الجدال عقيم. جدال عقيم. احنا عايزين نقول كلمه مفيده للناس يا استاذه. هو بيقول بعد كده دخليه بعد كده وخليه يجي الاستوديو ويقول اللي هو عايزه. يعني استاذ عماد انا ما عنديش مانع. اصلا لسه جاي من ايران ولسه جاي من العراق. فطبيعي جدا انه انا قلت لك ان انا جاي من العراق. يعني وجيت من ايران. ما فيش حاجه يا استاذ عماد. كنت من شهرين في ايران صحيح. انت ويوسف قنديل وعماد قنديل ابنك. هو قال كده. هو كان بيقول كده دلوقتي. انا مش هرد. طيب مش هرد. وبعدين انا عايز اقول لك حاجه حضرتك ان هو كمان. لا والله انا فعلا خلاص. يا استاذه يعني اقعد بس وصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وقال سيدنا محمد. حضرتك مش الاعداد ده هو متفق معايا. انت في ايران وقلت لنا مش كده. ايوه في العراق وقلت لي. انا مفيش بخبي. هو عايز يسال ليه انا رحت ايران. يسال السلطات المصريه انا رحت ايران ليه. لا السلطات المصريه هتروح معاك لحد هناك. هم يقولوا لك بس صلي على النبي بس كده واقف. معلش انا اسف جدا يا استاذه. واشكرك على المهنيه. هو ده اللي احنا بس العهد انتوا خلفتوه. لان
ان للاسف الشيخ خلفت قلت ممنوع مداخله انا قلت ممنوع مداخله قلت لنا بلاش الشيخ ناصر يدخل معايا قلت ممنوع اي مداخله ورفضنا انه يدخل علشان انا بتكلم بصوتي يعني انا ممكن استاذ حضرتك بتكلم حضرتك لان الاتفاق نقض اتفاق نقد اتفقنا عملناه احنا لا نقد اتفقنا ان احنا اولا اتفقنا الاولاني انه كان حضرتك وشيخ ناصر رئيس التحرير على اخر رئيس التحرير قال ولا مدخل لو شيخ ناصر ما دخلش واحترمنا حضرتك دخل اللي انت عايزاه تدخليه بس بعد ما مشي بعد ما مشي بعد ما مشي يا استاذ عماد انا شرط كده يا استاذ عماد انت ليه بتهرب من الحقيقه يا استاذ عماد دي حقائق ليه بتهرب منها ليه بتهرب من الكلمه اللي انت بتدافع عنها خلاص بعد اذن حضرتك تاذن لي ليه بتهرب من الكلمه اللي انت لسه بتدافع عنها وبتقول بالكلمه السلام عليكم انا طبعا زعلانه جدا انه حضرتك بتزعل انت حضرتك نقضت العهد احنا ما نقضناش انت نقضت رئيس التحرير قال لي ما فيش ولا مدخل احنا كنا متفقين مع حضرتك وحضرتك ودكتور والشيخ ناصر وجيت قبل الهوى بدقائق قليله أيوة. رفضت وقلت ادخل لوحدي لما عرفت واحتراما لحضرتك واحتراما لرغبه حضرتك أيوة. عملنا كده أيوة. حضرتك قلت الشيخ مظهر بيكفرنا طلع الشيخ مظهر ما بيكفرش خلاص الشيخ وليد هو كان بيتكلم بمنتهى الاحترام والادب وقال انه ما بيكفركوش معلش ده في قضايا معاه في المحكمه استاذ عماد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عماد قنديل شكرا لحضرتك شكرا يا حسام السلام عليكم اتفضل اتفضل يا استاذ قنديل كمل كلامك متأسف أستاذ وليد كمل هو المشكلة أن ائتلاف المسلمين الدفاع عن الصحب والآل عارف كل شيعي موجود في مصر وعارف التحركات بتاعتهم لذلك هم ما بيقدروش أن هم يقابلونا حتى في مناظرة أو مواجهة أو مكالمة صوتية أنا بتكلم أنا واحد داخل بيتكلم بيعمل مكالمة مش داخله بسلاح ولا حموت ومسدس ولا أنا داعشي أنا بكلمه لكن هو عارف أن وليد إسماعيل هل حضرتك بتكفره؟ أنا ما كفرتهوش أصلا أنا بتكلم عن الشيعة مسلمين؟ انا بتكلم يعني شيعة كشيعة هل الشيعة لا ده الشيعة فيهم طوائف بيكفروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهم عماد قنديل كفر السيدة عائشة رضي الله عنها هو أستاذ بيته. عماد قنديل شخصيا بيكفر عماد قنديل كفر السيدة عائشة في بيته عماد قنديل انا اعرف من ناس مقربين لي ان هو والله بيكفر السيدة عائشة وبيسب السيدة عائشة باقذر الالفاظ عماد قنديل ومعاه ابنه حيدر قنديل ويوسف قنديل ولسه جايين من ايران وهل حضرتك وبعد ما رجعوا من ايران راحوا العراق هل نعم؟ كان ده السبب انك تقتحم بيته لو كان ده صحيح؟ لا انا ما اقتحمتش انا رحت مع صحفيه من جريده الوطن وهو استقبلنا جوه بيته وشربنا حاجه ساعه وهي للصحفيه نفسها عملت معاه حوار جوه بيته هل حضرتك يعني تعرضت لابنه الصغير وهو مش موجود وهو في الشغل ولا تعرضت لاي حاجه وهو بيقول هو عمل محضر السلطات هي اللي تحكم وهو لا عمل محضر ولا اي حاجه هو كان حوار احنا رحنا له وطلبناه في التليفون ووقفنا قدام الباب لحد ما جه ودخلنا مع حد جوه وقدم لنا حاجه ساعه بس الحوار بعد ما اتذاع في بعد ما اتنقل في جريده الوطن زعل منه فقال لك ان دول اقتحموا بيتي هي دي كل المساله وبعدين الموضوع ده من حوالي 7 سنين لكن انا بتكلم بالكلمه هو بيدافع عن النمر بكر النمر ليه نمر بكر النمر ده اللي رفع يافطات في القطيف والإحساء وكتب عليها هنا دولة القطيف والإحساء بكر النمر ده اللي كان تابع لحزب الله أحد خلايا حزب الله الموجودة في السعودية لكن هو مش عايز يسمع هو عايز يتكلم وخلاص فهي دي المسألة هو ده اللي خلاه يرفض المناظرة معانا ويرفض حتى المكالمة معانا طيب شكرا يعني حضرتك لحضرتك احنا ولا أي حاجة احنا ائتلاف بيدافع عن المسلمين ضد هجمة الشيعة طيب. اللي موجودة الآن حضرتك شفت الشيعة الاختلاف دلوقتي حصل ايه السفارة السعودية بتتحرق والخطيب والإحساء مولعة طيب أنا بشكر حضرتك يا أستاذ وليد ويعني طبعا أنا ما كنتش أتمنى أنه أستاذ عماد قنديل ينسحب ولكن يعني دي كانت رغبته إحنا ما نقضناش أي اتفاق معاه بالعكس كان الاتفاق أنه هو يدخل في مناظرة مع شيخ ناصر ولكن على آخر لحظة قبل الهوى هو رفض ومع ذلك إحنا احترمنا رغبته وقررنا أن إحنا نستضيفه بمفرده على أن أكون أنا يعني المتحدث باسم المعارض يعني أو باسم من الطرف الآخر وبالفعل أجرينا الحوار ولكن لما يكون في ناس بتحاول تكلمنا على التليفون عاوزة تدخل في مداخلة نحن لن نمنع ذلك احنا كان يعني في رأينا ان احنا محتاجين نعمل حوار بين طرف وطرف آخر ربما نصل يعني لخطوة للأمام أفضل من أن نظل مختلفين